فوق الخط الأحمر مع مقداد الحميدان. أحبتي المشاهدين الكرام أينما كنتم، أسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فوق الخط الأحمر. ملفات سياسية وأمنية وإدارية اليوم نتحدث فيها عن صلاح الدين، لكن في البداية أريد أن أتحدث عن موضوع مهم. هذا الموضوع: لماذا الإعمار في صلاح الدين يكاد أن يكون ضعيفا أو معدوما مقارنة بالإعمار في الأنبار والموصل؟ المبالغ اللي تصل إلى الموصل وإلى الأنبار هل هي أكثر من المبالغ التي تصل إلى محافظة صلاح الدين؟ لهذا نرى الإعمار ضعيفا في المدينة نوعا ما. بالمقابل عودة النازحين تم من قبل محافظة الأنبار عندما كان السيد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رئيس محافظة للأنبار، تم إغلاق العديد من المخيمات، وهو يعتبر أول مسؤول محلي يغلق مخيمات. بالمقابل لن نرى مخيما أغلق في صلاح الدين أو في الموصل أو حتى في كردستان العراق بسبب تأخر عودة النازحين. هناك معوقات كثيرة وهناك معطيات على الأرض تشير إلى أن هذه العودة ستتأخر، خصوصا أن أنباء كثيرة وردت إلينا بأن سيطرة العباسي مدخل يثرب لا تزال مغلقة منذ 3 أشهر رغم دفع البعض 500,000 دينار. هاي 500,000 دينار هي فدية، هي قوامة عشائرية، هي صلع عشائري، هي خاوة، ما ندري. هذا الموضوع تحله الحكومة. بالوقت نفسه نجد أن هناك الخلاف السياسي في محافظة صلاح الدين لا زال قائما وبقوة. من سيكون رئيسا للمجلس القادم ومن سيكون أمينا عاما للمجلس، وهذه الخلافات كيف ستحل؟ رغم ذهاب بعض النواب أو أغلب النواب يقولون أن هذه الدورة البرلمانية تكاد أن تكون من أفضل الدورات البرلمانية لنواب صلاح الدين، باعتبار أن نواب صلاح الدين متفقون على كلمة رجل واحد، بينما بالإعلام نجد أن هناك خلاف، وفلان يضرب فلان وفلان يضرب فلان. سأناقش هاي المحاور مع ضيفي الباحث في الشأن العراقي الأستاذ رعد هاشم. أستاذ رعد مرحبا بك. حياك الله. أنا سأل حياك الله. إذا نكمل الحوار لكن بعد الفاصل. مرة أخرى أحبتي الكرام مرحبا بكم. أستاذ رعد هاشم مرحبا بك. أهلا بك، حياك الله أستاذ مقدام. حياك الله أستاذ رعد. راح أبدي وياك بالبداية، لو قارنا بين ملف الإعمار في صلاح الدين وملف الإعمار في نينوى وفي الأنبار باعتبارها مناطق نقول محررة، نجد أن الإعمار ضعيف في صلاح الدين، بالمقابل نجد أن هناك إعمارا قويا في الأنبار وأيضا إعمارا قويا في نينوى. رغم أنا شفت صور إلى الدور وبعض الطرقات بعض السايدات، يعني أكو عمار جميل جدا لكن ليس بالمستوى المطلوب. الفلوس قليلة اللي تجي صلاح الدين مقارنة بالأنبار ونينوى. الحكومة ماذا تدعم فعليا محافظة صلاح الدين؟ أم الخلاف السياسي مأثر على الوضع أم أكو أمور أخرى ببالك؟ تفضل. طبعا بداية أشكرك الاستضافة و أقول لك أنه يعني المحافظات الكريمة اللي ذكرتها يعني قياسا لصلاح الدين ربما فيها أيضا مشاكل، ولكن كثير منهم يتسامى على هذه المشاكل أو يرتقي إلى المستوى اللي يعني يبتعد عن هذه الأمور التي تحصل، المحاكات السياسية والخلافات، وأيضا فيها فساد كثير تلك المناطق، ولكن تبدو عليها طبعا معروف أنه المحافظة أو المحافظات هذه اللي متضررة عليها جهد حكومي متواضع أو يعني لا يرتقي إلى المستوى الذي مستوى الدمار الذي حصل بها، والدعم يعني يكاد يكون محصورا. الكل في واجهات الدولة الرسمية يعني تريد أن يكون إعمار المناطق المتضررة على صندوق الإعمار، على الدول،
المانحة وحتى على المنظمات الأجنبية، المنظمات الدولية أو منظمة اليو إن. المنظمة الدولية للأمم المتحدة تقوم بجهد يعني ليس بناء وإعمار، وإنما جهد تصليح وصبغ ويعني رتوش، ربما تكون بعضها بسيطة ربما تكون بعضها يعني متوسطة، ولكن إعمار كما ذكرت حضرتك بمستوى الإعمار والبناء اللي يعني نطمح له طبعا بعيدة كل البعد، لا هي ولا حتى صندوق الإعمار الذي يرأسه السيد الهيتي. هذا طبعا المثير أو المثير للاستغراب أنه هذا الصندوق يعني يشير في ضمن جدول إحصائيته إلى عشرات من المشاريع في الأنبار وفي الموصل، ولا يشير إلا إلى مشروعين أو ثلاث وشبه مجمدة أو يعني غير مكتملة. السبب دائما لأنه هيتي. يعني بالبداية ما أخفيك، وأنا حتى ضمن برنامجك في حلقات سابقة أشرت إلى هذا الموضوع وعتبنا على السيد الهيتي، ليس الأمر بيده فحسب، وإنما يعني أنا عرفت من خلال يعني مستشاريه أو الكادر اللي معه حكينا وياهم بشكل مباشر وعاتبناهم، قلنا لهم ليش؟ يعني لأنه هيتي وعلى الأنبار. طيب يعني تكسر هذا الاتهام مالنا أنه على الموصل أيضا يبدو مركز الرجل ولديه عشرات المشاريع منجزة وقيد الإنجاز. لكن الذي حدثنا عنه مكتبه الاستشاري كذا أنه يعني المحافظة ما متعاونة ويانا، يعني حينما نريد أن يعني نقدم مشروعا نريد أن المحافظة تتبنى ترفعه تقدم لنا توصيات كذا، هم عندهم آلية أنه المحافظة زائدا النواب اللي موجودين ضمن ممثلين المحافظة هم الذين يقدمون المشاريع، والصندوق الإعمار يعني يدرسها ويشرع بها. يقول ما متعاونين. طيب المحافظة ما متعاونة، النواب أيضا ما متعاونين، يعني هناك حقيقة عتب يعني كبير علي المحافظة اليوم. أنا كمحافظ يعني تحياتي للدكتور عمار الجبر، لكن كمحافظ ما معقول اليوم أن الناس جايبت لي مشروع وتريد تتعمر عندي وأقول له لا والله ما أريد. مو أعتقد هذا الكلام مو مقنع. طيب ليش يعني الأنبار يعني هذا الإقبال؟ وأنا نكرت عنه صفة أنه أو صيغة أنه منجذب للأنبار لأنه هو من الأنبار، الرجل هو كل وضعه حياته قاضيها ببغداد، وربما هو أيضا يعني صيدلي حسب ما عرفت وليس يعني لا مهندس ولا شيء. فأقصد يعني هاي النعرة احنا رافعيها مال أنه يعني انجذابه لمحافظته لانه بدليل ده يشتغل ايضا للموصل. هسه السبب اريد انا اقارن بين حركه الاعمار. انا اقول الجواب يقنعني. إيه انا اقول ذكرت لك الامم المتحده منظمات يعني اللي تساعد في الاعمار والبناء محدود ادائها وعملها، وخلف الله عليها لما هي تصبغ وترتش الدوائر الموجوده المتضرره، ولا ما كان شفنا حتى واجهه الدائره بها يعني حظ. عرجت لك على صندوق الإعمار، هذا صندوق الإعمار هاي علاقتنا وياه، يحكي لك أنه معرف خلاف مع المحافظة أو المحافظة لا تميل إلى التعاون مع هذا الصندوق لآلياته المعقدة، ربما مطلوب يعني التحرك حقيقة، حتى إذا ما هم جاوا عليكم يا صندوق الإعمار، إذا ما جاكم يا المحافظة المطلوب أنه تروحون ويعني وتواصلون معهم، لأنه هناك فعاليات جماهيرية ومنظمات حقيقة من صلاح الدين توجهت إلى صندوق الإعمار وقالوا لهم المحافظة غير متواصلة أو يعني لا أقول يعني غير متعاونة إنما غير جادة بالتنسيق معنا، رغم أنه عارف من وقت أبو مازن أنه هناك أكو بعض التحركات، ولكن ما هي المعوقات التي تثني صندوق الإعمار عن إداء مهامه في صلاح الدين؟ هذه إشكالية كبيرة، ويجب أن يكون هناك يعني اجتماع طارئ وعاجل بتوجيه برعاية من قبل السيد عادل عبد المهدي لمحافظ صلاح الدين ولهذا الصندوق ممثلا بالسيد الهيتي لتدليل العقبات، حتى تكون، لأنه ما معقول أن يذكر لي ما يقرب من 200 يعني إحصائية أخيرة
ما يقرب من 200 في كل من الموصل والأنبار وفي صلاح الدين على عدد الأصابع. هذا شيء يعني حقيقة يعني لا يطمئن. وأيضا هذه التبرعات التي حصلت في مؤتمر الكويت أيضا هذه على مستوى كل العراق لم يحصل ذلك التجاوب أو ذلك يعني الاندماج أو ذلك حتى السيولة أو السهولة عفوا السهولة في تمرير بعض المشاريع حتى وإن كانت استثمارية حتى وإن كانت بالآجل لم ترى النور في كل أنحاء العراق على ما أعتقد. يعني هذا موضوع مؤتمر الكويت واحد الآن. لا أنا حتى أحكي لك التمويل لكل هذه المشاريع. لذلك تقييمك طيب تقييمك لحركة الإعمار الآن في المحافظة الآن. والله يعني مو قبل الموازنة مو بعد الموازنة قبل الموازنة موازنة بعد ما استلمناها مو الموازنة يقال إنه استلمت من أسبوعين أو ثلاثة يعني هاي اللي ذكرناها. لا خليها هسه نحكي قبل الموازنة وبعدين نحكي بعد الموازنة. الموازنة هي مسددة لأنه مديونية عالية فيبدو إنه فيها مقادير للتسديد ديون ومقادير أخرى ربما. هسه نحكي حركة الإعمار تقييمك له. حركة الإعمار على ما يتحدث به أهالي صلاح الدين عموما يعني لا تكاد تكون تذكر. يعني أنت على مستويات يعني أنا متواصل ويا ثلاث إلى أربع مقاميم أقضية الكل يتحدث أنه لم يستلم ولا دينارا واحدا حتى للجانب الخدمي للجانب الضيافة للجانب الأمورات الأخرى لم يستلموا لا من هذه الموازنة ولا حتى من اللي سبقها. لذلك أنت قيس يعني كيف سيكون مستوى الإعمار لا هو على مستوى الاستثمار والله ينسأل المعني بها لأنه ميزانية محافظة المسؤول عنها هو أعرف بأنه وهذه التساؤلات كثيرة طبعا أنه وين تروح هاي اللي مثل الفلوس. يعني إحنا يعني قبل شنو نقول أنه الدولة ربما يعني عن صلاح الدين يعني لخصوصيتها أو لحتى يعني موضوع الخراب والدمار اللي حصل في بعض مناطقها ربما تكون المقصرة الحكومة في دفع المستحقات ولكن كل المسموعات كل المعلومات أنه الحكومة غير مقصرة ولست بصدد الدفاع عن الحكومة المركزية إنما يعني تمنح منح للنازحين تمنح منح سواء عبر واجهة الهجرة والمهجرين أو عبر المحافظة. جميل هسه أنت ما تريد تمدح الحكومة المركزية شو رأيك بالحكومة المحلية الآن؟ يعني هذا التقييم أخ مقداد حقيقة ما بي شخصنا ولكن أنت بس انزل للسوق للشارع يعني لك أن يعني في أي قضاء من الأقضية وأعتقد أنت يعني كقناة أنتوا تغطون يعني هاي التغطية اللي كقناة وكأنا شخصيا توصلني معلومات سرية وسوء علنية ماشي يعني هاي هم أحسن ساعدنا بها طيب. لكن لا أقول محايد أنه كل جولة استطلاعية لقناتكم في أي قضاء هي ستكشف مستوى الإداء حقيقة. ممكن بالأول ست أشهر نعطي عذر وإن كان هو يعني الأخ المحافظ هو يعني استمرار لنهج الأخ رئيس كتلة الجماهير اللي كان محافظ قبله الأخ أبو مازن ولكن هو يعني ضمن الإطار يعني أنا أقدر أقول أنه مكمل لإدائه. الدكتور عمار مهندس عمار هو مكمل لإداء أبو مازن لذلك لا تجد فارقا أو علامة فارقة ما بين يعني مفترق طرق ما بين الاثنين هم وأحدهم مكمل للآخر يعني ما لأنه تشعر فارق بين الإداء السابق والحالي في أي من المتغيرات. هسه هذا الأداء بنظرك سلبي أم إيجابي؟ مو تحكم أول ست أشهر أول ست أشهر هبة طبعاً أنا فرحت من الذين لأنه لابس ملابس الميدان لا كرافته ولا رباط هو دائما ما يلبس رباط لبس الميدان عنده مشكلة غير رباط ومدرع ومطالع يعني بالرجل بال يعني المشاريع أو بالمناطق المتضررة لكن أحكي له الفعل وينه يعني وأيضاً خلال برنامجك وعدة مرات أشرنا إلى موضوع التعويضات يروحون يزوروها للأقسام والمكاتب وما من متغيرات. إحنا نلمس أنا وأنت ربما وكثير من الصفحات التفاعلية
بالتواصل الاجتماعي وليس فقط بالتعليقات إنما بالمكالمات من الأهالي، نلمس أنه لا تغيير في الأمر لا في البناء ولا في المعمار. أعطيك مجسر الدلة، لا في البناء ولا في الإصلاح، مجسر الدلة في وسط تكريت. هذا من قبل داعش بسنتين ربما، بدأ بوقت أبو مازن إلى الآن. من تريد حتشيلهم يعني، بس تريد تنطي تفاؤل تقول والله أكو حركة إعمار، أكو حركة يعني بناء أو يعني إنعاش اقتصادي، يقول لك إيه من جسر الدلة يعني اللي ما دبرت الحكومة مثلا. أو ما نريد نقولهم والله إن شاء الله تعمر البيجي وكذا أو المناطق المتضررة وسليمان بيج مثلا كأن يكون، أو حتى الصينية، يقول لك دخل يدبروها سمال المجسر الدلة. فمجسر الدلة تقدر تقول هو المعيار الحقيقي لإكمال بناء من عدمه. مجاري أيضا، مجاري في عدة مناطق من الأقضية أيضا متوقفة على أساس أنه فأين البناء يا أخي؟ جميل. نحكي على ملف التعويضات. أنا سألت، كان عندي ضيفي بالحلقة الماضية نائب أحمد جبور أبو ماسن، سألت على الملف، قال كان أكو خروقات ووقفنا على هاي الخروقات وتم حلحلتها. الآن الأمر يسير بشكل انسيابي. خروقات يقصد يعني بالمستوى، يعني مستوى الإداء والإداء. إيه محسوبية. نفسه باقي. الحسن تسولف لي شنو اللي كان وشنو اللي باقي؟ يعني واحدة من هذني الأمورات. أنا متناول موضوع وياك بحلقة سابقة وقلت لك أكو اسم من الأسماء، طبعا أنت ما دورت للاسم ولا سألت عليه حتى تدزل للمسؤولين. طلبوه ربع وكذا، قالوا نتابع نزاهة. ولكن على رغم أمانة يعني ما يشار إلى النزاهة من انتقادات بإدائها حول معظم يعني دوائر الدولة في صلاح الدين، ولكن يقولون أنه طالما الدائرة فيها قاضي لا نقترب من عدها، لأنه القاضي يفترض هو يحل العقبات هذه. طيب. خاصة اللي بها إشكال ممتاز. قانوني، فمن اقترب عليها من عاتبناهم، قلنا لهم يا أبو محمد ومحمد وما أعرف منه بذول، تدري إيش كثر جت واسطات ضاغطين على واحد من قرابتنا يا أبو، بس دقنا على رعد تا لا ينطي الاسم المقداد، وأنت بردت قلبه ما دورت على اسمه. ما والله أنا مو ما دورت، بس أنا لكثرة الملفات اللي عندي والمناشدات والشكاوى فما دورت، بس هسه راح أدور على اسمه. إلى الآن هسه ورا الحلقة الاسم. لا أنا إذا قايل لك هيك أبو مازن فأتمنى والله خلي أخذها بمحمل الجد. يعني وبعيدا يعني عن الإعلام، أنا أتمنى لأنه إلى الآن يعني من أبلغتني يوم أمس أنه هناك يوجد لقاء، جربت حالي حتى لا أحكي من كيفي ولا أجتهد. ملفين مهمات، أيه تختاروها؟ قالوا اثنين، أولا التعويضات، واثنين الملف الأمني والجرودات اللي باتت تقلق بعض الأهالي في التكريت بالذات. ملف التعويضات حينما طرحناه بالتفصيل، يا بشبيه ملف التعويضات همين يعني أشو أجيب لكم شأن سياسي وطرح لكم على موضوع التمدد والنفوذ الإيراني في بعض المحافظات ومنها محافظتكم، ولا واحد ينبص رأسه، كلكم تخافون وتجفلون عشان يقول لكم التعويضات. آلاف المعلقين طبعا ومن حقهم، لأنه هذا أنا ربما أتحدث فيها يعني بطريقة المزحة، ولكن المزحة المؤلمة، لأنه هناك قلق وخوف وتردد من طرح أي موضوع يعني يخص السياسة أو النفوذ الإيراني. هذا يعني على جنب، هذا إحنا ننجاز به الإعلاميين والكتاب والصحفيين والسياسيين، ولكن الأهالي إن شاء الله نتمنى أن يكونوا بمأمن عن أي خطر. الموضوع موضوع التعويضات حدث ولا حرج إلى الآن، يعني هو اللي صاير شيء غير حكينا التفاصيل. طيب بس دقيقة، شنو الخروقات؟ الخروقات هناك قلت لك أنا أحكي بس دقيقة، انطيني وين تحديدا الخلل، انطيني مكمن الخلل. يعني يبدو كل الحلقة رشوة مقداد، رشوة محسوبية طائفية مناطقية، شنو بالضبط؟ حينما أتحدث لك أنا وأوجه اتهام، سيكون هذا الموضوع فيه يعني إشكالية قانونية. إشكالية قانونية، أنا أتحدث لك ما يرد على لسان الأهالي، ولك أنت تصفح وياك. صحيح. يعني حتى صفحتك مو بس صفحتي، على لسان شنو اللي يصير، التواصل الاجتماعي شنو اللي يصير بالضبط.
يعني يحدثوك أولا محسوبية لأن كلهم من صنف واحد. هاي أول وحدة من نريد نحكي يزعلون. بس أنا أكرر وأقول نقلا عن الأهالي، واللي يريد يروح يتبع الصفحات ويتبع الأهالي يسألهم اللي هم هذا الموضوع، يروح يستفتي يقف بنص واحد محسوبية. مو ده يقف بنص الأهالي والمراجعين الأخ المحافظ وده يسألهم وين المعوقات، يحكوا له يقولوا له مثلا القاضي مجاز، تتذكر ذاك المرة من حكينا القاضي مجاز وما مخلي واحد بديله، القاضي ما يوقع هسه يعني يوقع يعني في فترات لاحقة خلينا نقول، هذا يجي متعني من محافظة أو من يعني من مناطق بعيدة كأن يكون، ولازم سيرة من الغبشة من الصبح وما يصل السيرة. اثنين معقبين كثر، فأني أريد أشوف هاي الحلقات القال والخروقات اللي عالجها الأخ أبو مازن دارد نفتهم يعني غير بها تفاصيل معينة، دارد أن نحشر أنفنا في شأن داخلي رسمي يخص المحافظة وإجراءاتها، ولكن لتتبين تتوضح. أنا دائما أنتقدهم أقول شفافية بالمعلومات والموضوعات ماكو، يعني بطلنا جزنا من 468 مليار مال الميزانية قوم احنا مشاركيهم بيها ولا منافسيهم عليها 468 كنا هذا الرقم لا نعرفه ولا عرفناه من بغداد، 120 مليار منها للنازحين، شفافية للمعلومات ماكو. هسه يعني من قال لك الأخ ولو هو نائب، يفترض يعني احنا السيد المحافظ يجاوبنا وإن كان هو نائبا عن المحافظة، لكن هذه الخروقات ما هي باقية على ما هي، معقبين ومحسوبية روتين قاتل. طيب. يعني هذا تحدثت لك مرة عنه أنه تجاوز التسلسل والدور، ثانيا ما تمشي معاملتك ونطلعها من المخزن، من المخزن صارت بالمخازن تنجمع وتلم إلا لازم بهالكثر، ما ندز لك إياها البغداد إلا بهالقد من عدها، يعني ما تجي وتتفعل هم إلا بمبلغ هالكثر. يعني هذا نقلا عن الجمهور ما من عندي، يعني أنا مش مدريني والله، وما أريد أكرر أنه ما أريد أن أوجه اتهامي جزافا، لكن ليتوجهوا للمراجعين يفتحوا البث مباشر، عدوا مس قنوات وقنواتكم من بينها أيضا تتجول في كل المحافظة، يفتحوا الخط الساخن وبلا خجل. الناس هسه ما قامت لا تخاف ولا توجس، تذكر معالم الفساد، معالم الخلل، معالم أينما يكون وتتحدث بصراحة، ذاك من ذاك يتوجس ويخاف. افتحوا المباشر وشوفوا الأهالي شو تقول، إذا قالت يابا عكس ما يقولوا رعاة أو يقولوا مقداد أنا ذاك أمام المساءلة. طيب يحتاج حل جذري، هذا الحل من موضوع أنا راح أثيره الآن. تعتقد أنه أكو حركة أعمار راح تصير بعد إطلاق ميزانية صلاح الدين؟ وش قد ميزانية صلاح الدين؟ وش قد مخصص؟ وش قد الديون اللي بيها؟ وش راح نستفاد منها اليوم كمواطن؟ تفضل. يعني مستبعد أنه تلحظ حركة إعمار وبناء بالشكل اللي يعني نطمح له، ممكن نصير ترقيعات هنا أو هناك. دائما الحجة أنه الميزانية، أو الله إذا حتى عطلت سيارة مال أبو شرطة بنص الشارع عم يقول ما عندنا ميزانية تنصلح السيارة، أو قائد الشرطة ما عنده ميزانية مثلا. زين أنا أستاذ مقدار أثرت تساؤل في بث مباشر يعني بصفحتي، قلت أنه يعني هاي 468 مليار وما أعرف الله مديونية، الكل تتحدث عن مديونية، نتمنى ما أكون مديونية طبعا، واتمنى أنا أكون غلطان، ولكن أقصد من الميزانيات السابقة كان هناك مديونية على المحافظة، هذا هم ينجازون به، هذا شأنهم. لكن قل لي إذا هاي 468 جلها كما عرفنا أنه يراد بها أن تخصص للجانب الأمني في المحافظة، وهذه طبعا هم حسنة بها لأنه أمان المواطن هو الاعتبار الأول، يقال أنه يريدون يسوون بالون، هذا البالون ما أعرف إذا هم يعني يقدروا له لأنه هذا بي يعني تقنيات عالية بتعليق بسلسلة يعني من التواصل أو الشد أو الربط، هذه بأي هوية يطير ما تعرف، يريد يقول لك بالتسعة وعشرين مليار لهالبالون مثلا. أتمنى هم يعني تكون يعني المعلومة بها شفافية أكثر لأنه وصلتنا ويبدو فيها شيء من صحة. طيب أنا منها الساعة 27 مليار طائرة، منها الساعة مدري إيش للمديونية، من ظل من عندها أتساءل أنه إحنا عندنا عدة قوى
أمنية أو أجهزة أمنية تخدم في المحافظة ابتداء من الشرطة الاتحادية لقيادة العمليات للحشد لك. زين هذول ما مخصص لهم ميزانية حتى يؤدون واجبهم يخدمون ضمن قاطع محافظ صلاح الدين؟ يعني أنا ليش الميزانية كلها أضخها والله أنا عندي جيش وأسطول؟ هسا دائما من يصير حادثة في صلاح الدين في أي منطقة من المناطق يعاتبك أهالي المنطقة يقول لك لعد عجي يشجر عرها وبس تفتر يعني تتجول بالمناطق، شنو دور هاي الأعداء بس تكشخوا وحطت لي أسلحتها وكذا، يعني وين دورهم، وين دورهم الاستخباري؟ فأقول أنا أين تخصيصات المالية لتلك الأجهزة منفردة يعني ضمن قاطع صلاح الدين، لا أقول يعني ميزانيتها كداخلية، ولكن الداخلية مخصصت له لو شرطة صلاح الدين ميزانية ما زين الدفاع مخصصت له قاعدة العملية، لكن 468 مليار قيمة موازنة صلاح الدين مو تمام؟ اي طبعا يعني ضمن هاي الجدول. انطيني هاي تقسيماتها، شلون تقسيماتها؟ هذا ينطيك ابو المحافظة، انت من تلتقي ويا المحافظ ما تسأله تسأل رعاية. زين هم راح اسأله. 120 مليار للنازحين، شنو هاي للنازحين؟ تتوزع عنهم كاش؟ كيتون عليهم؟ شنو وضعها؟ والله يتمنوها طبعا النازحين انه يوزعون اياها ولا إعادة يعني إعمار، خدمات، بنى تحتية، شنو بالضبط هاي 420 مليار؟ مو مبلغ سهل. يعني إحنا حتى أنا ما متأكد من هذا الرقم، هذا الرقم على ذمتك. أيضاً أنا على ذمة من أوصله وفيه شيء من صحة، أتمنى حتى لو يكون 70 مليار، يابا 10 مليار إذا وزعت على قولتك يعني بشكل فردي. تذكر من كانت بالحصة هاك 25 هاك 20، يعني كلها تنفع لدى المواطن. فهذه على ما يبدو شغلة مخيمات خدمات اللي ترافق هذا الأمر، يعني يبدو لي هكذا، لأنه موضوع المنح هذا بحث آخر للهجرة والمهجرين، ويروج بين الفترة والأخرى أنه النازح اللي يريد يرجع له مليون إلى مليون ونص. طبعا هذه كلها هواء في شبك، يعني معلومات فقط وأخبار تتروج هنا وهناك، ولا دعم ولا إسناد للنازح. الله أوكي لك خيرهم النازحين، صار له يمكن 3 أشهر إلى 6 أشهر ما مستلم هاي منحة المليون، فأي دعم للنازحين ما أعرف يعني أنا. طيب. حقيقة النازح هو المتضرر الأكبر ضمن فئة المواطنين في محافظة صلاح الدين. جميل. ذكرت لي في بداية الحلقة ملف، قلت لي ملف الجرود أو الجرد، يعني ملف الأمن وملف الجرد، شنو هاي ملف الجرد تحديدا؟ يعني مو كلمة غريبة، شنو تحديدا؟ أستاذ مقداد من ما يقرب من الشهر راجت، يعني حتى كنا في بداية ما متأكدين، راجت أنه بعض فصائل من الحشد ومعها قوة من الاستخبارات، مرة يعني تكون مرافقة لها أو بدون يعني فقط الحشد، على عدة مناطق من محافظ صلاح الدين، من ضمنها مناطق هاي اللي وادي شيشين ومناطق قريبة من الزهور أو بالزهور في تكريت. نعم. نعم. هذه بدأت طبعا خطواتها في المناطق القريبة من مصفى بيجي. تذكر مرة من يعني من شهر أو أكثر قالوا إنه شركات تعمر المصفى أو شركات تعمر في صلاح الدين، أمريكية طبعا وغربية، وهاي الحركات اللي صارت تحركات لبعض القطعات الأمريكية، يقولون أنها الأمريكية وأنا لا أصدقها، هذه على أثرها صارت هبة لدى بعض فصائل الحشد هناك في مناطق مقاربة إلى المصفى على القرى المجاورة، أنه لا تعاونون إذا جاءوا أو يعني لا تتواصلون معهم وكذا، وعملوا جرد للأهالي كلها ويأخذون هذا الجي بي إس يعني تحديد موقع. صارت يعني فزعة أو خوفة لدى الأهالي أنه يعني شنو هاي، يعني شنو من يريد يجي، شنو لا تعاونون، من هو اللي يريد كذا يعني ينافسكم يعني بالنفوذ أو بالتواجد. هذه من شهر أو أكثر من شهر وأثيرت في الإعلام ويبدو توقفت. الآن في تكريت بدأت هذه هذا ونشرت عدة جهات وشخصيات وصفحات للتواصل، كنا بداية يعني ما كثير مصدقيها لأنه ربما يعني تكون معلومة حالها حالة. طيب الآن هي ثبتت؟ الآن هي شبه مثبوتة ويبدو أن هناك كلام. شنو المغزى منها؟ مقلقة حقيقة، يعني شنو تشتغل قبل 2003
شنو ايش عندك من الملوك، ايش عندك من السيارات، بعضهم طبعا اجتهادات للافراد. انا هسه اكيد لو تنثار امام قيادات الامنيه بالمنطقه راح يقولون يعني جرد عادي، ويبدو قيل انه جرد عادي، ولكن ايش الجرد العادي مال انه قبل 2003 كانت تشتغل، ومثلا ايش عندك من ملوك، الصور استماير دق يعني كذا املاها، وياخذون جي بي اس في بعض المناطق، وبعض المناطق ياخذون الطابو نسخه من الطابو، يعني بعض وبعض يعني ليس الاجراء موحدا. والكل تقول انه جماعات يعني من الفصائل الحشد الشعبي ولا تسمى يعني بالاسم، وانت تعلم الحشد الشعبي هم مثل يعني نظام شلون ما تقول المقاومه او النظام الايش هذا الاسم المستعار ابو فلان وابو علان، بحيث يعني اذا جان ابو فيصل يجوز انا اعرفه اسمه مقداد، بس ابو فيصل منه امام الاخرين ما يعرف ولا زغرم بك انه بالاسم، فالاسم حركي الجهات ربما اللي فهمته من العوائل شنو المغزى النهائي منها. العوائل ما فهمت، هي توجه سؤالها للمحافظه، المحافظه أنا سألت، أنا سألت الأخوة يعني أحد كوادر المحافظة اللي علاقتي طيبة وياه، يقول لي ماكو شيء، قلت له لا أروح دقق شيء، قال له يعني كان قالت إن قيادة العمليات. أنا استغربت يعني هذا الكم الهائل من الناس توصل هيك رسائل ومخاوف وتوجسات. الآن يبدو لي وصلت قبل ما أصل الاستوديو، يبدو لي أنه هناك صاير تواصل بين الأخ المحافظ ومسؤول بالحشد اسمه أبو جعفر، والله ما أعرف إيش اسمه، هم أبو فلان وأبو فلان. أبو جعفر يبدو هو مسؤول عن ال... فمطمئنة قايلة لا جرودات عادية. أنا أشوف الجرودات العادية اللي يطلب شيء مال سابق ما سابق هاي بيها واجز، وكأنه يقول لك ترى يعني الإجراء يعني يكون غير شكل فيما إذا تعرف هاي المسائل حددت استاذ مقداد بهاي الأمنية، الاستمارة الأمنية التي نظمت للعائدين من النازحين، وكلها تخضع لتدقيق الحاسوب وتشيك بالحاسوب عدة أجهزة حواسيب لعدة أجهزة إذا عليه معلومات معينة. طيب أنت والله نوع سيارتك وش عندك أملاك والعيلة وش كنتوا قبل وفلان قرايبك وش يعني ما يعني هاي أسئلة فيها توجس. لكن متقعد له أبو الحشد يبدو للأخ المحافظ حسب ما عرفت طبعا، ويقال أبو الحشد منه اللي هو جعفر؟ أبو جعفر يقال أو من يمثلهم يعني في المحور، أو أنه إذا حصل شيء إحنا مسؤولين. زين باكر نقلت أنت أبو جعفر وحصل شيء مثلا، أو أبو أي فلان من الأسماء المحترمة، إذا حصل شيء على يعني هذا مو تعهد يعني جميل. إذا حصل شيء إحنا المسؤولين، يعني هذه حقيقة فضفاضة وكثيرة القلق. أتمنى أن المحافظة تتنبه لمثل هكذا، تكون قوة مشتركة أستاذ مقداد. الآن المقرات الوهمية عذرة المقرات الوهمية الآن التي يعني في بغداد وحتى في المحافظات قوة من أمن الحشد. أنا قلت لأبو الحشد قلت له أخي ليش ما قوة مشتركة، يعني احنا شو معرفنا يعني المشتركة، من نشوف قوة مشتركة تطمئن لأنه حتى إذا يدق اسمك بكل الحواسيب يعني يطلع طيب. أكو فرز بالموضوع وتكون يعني موثوقية عالية. جميل، خلي وصلت الفكرة، خلي انتقل إلى فاصل ثم نكمل. أحبتي الكرام مستمرين معكم مع الأستاذ رعد هاشم، وملفات كثيرة بس الوقت بدأ يداهمنا، لكن بعد الفاصل. مرة أخرى حبيب الكرام مرحبا بكم، الأستاذ رعد هاشم الباحث الشأن السياسي مرحبا بك. مرحبا حياك الله. باقي لي يمكن 10 دقائق لازم أختم، لكن خليني أسألك ملف عودة النازحين. قبل لا أسألك عن هذا الملف خليني أسألك شنو رأيك بالخلاف السياسي الدار في المحافظة الآن، وهل ربما سيؤثر مستقبلا على وضع الأمن بالمحافظة؟ البوصلة إلى أين متجهة تحديدا؟ يعني أنا أشوف انتقل الخلاف من أولاد العمومة إلى الأخوة المناطقية فيما بينهم. أتمنى طبعا عقلاء وحكماء المدينة أو حتى اللي موجودين في بغداد سواء عملية سياسية ولا على مستوى الشيوخ وأعمدة القوم أن
يعملوا على نزع فتيل هذا الخلاف، لأنه نشر الغسيل وهاي الكلام والمهاترات اللي تصير أبدا مو بصالح لا البلد ككل ولا المحافظة يعني بالذات يعني كمنطقة صلاح الدين. ويعني احنا وجدنا علاقات جدا متميزة ما بين المحافظة بشقها الجبوري وما بين مجلس المحافظة بالسابق من كان الأستاذ عمار، كانت علاقة نموذجية متميزة. عمار يوسف حينما كان مجلس المحافظة، حتى مع الأخ أحمد الكريم إلى فترة كانت العلاقات. نتمنى أنه لا تخضع للمزاجية ولا العلاقات الشخصية. مصلحة المحافظة أين تكمن؟ يعني أنا أقول لك مصلحة المحافظة شلون تكمن يا أستاذ مقداد؟ أنه عضو مجلس محافظة في صلاح الدين، كل ما أسأله شنو أخبار المحافظة والمدري إيش والعمار والمدري شنو ما يرد لي ما يجاوبني، بس وين ماكو نقز بالفيسبوك يطلع لي طاير ينقزني به نقز. هاي ما عنده شغلة عملة غير أشكي من عضو مجلس محافظة أنه بس ينقز بصفحتي وأرد له النقزة أنا أجامله. يا بحكي أنه معود على على الإعمار، على البناء، على الخلافات السياسية وأثرها على الواقع الأمني، تأثيرها على الواقع الأمني. يعني سعضو مجلس محافظة بس قاضيها على الفيسبوك بس يسوي نقز وقدر من هذا الشغل ومن هذا المحافظة. ومن هذا الشيء الكثير هذا خلف الله عليه بس ينقز إذا بس قاعد وبس ينقز ومستور حاله. بس بعضهم مشتغلين حقيقة معقبين معاملات وإدائهم يكاد يكون تحت الصفر. الخلاف هذا يؤثر على الجانب الأمني تسألني؟ أقول لك يعني ربما يؤثر، لأنه الإلهاء والانشغال بالقضايا المصيرية اللي تخص المنطقة وتخص المحافظة طبعا بالتأكيد ينعكس على الواقع الأمني. لذلك حينما يحصل أي خرق أمني نحن يعني كمواطنين وكشعب أكيد يعني سنوجه اتهامنا لأوليائك المسؤولين عن هذه الخلافات، وكيف أنه لم تحملهم روح المسؤولية على التسامي أو التغاضي عن هذه الخلافات. لذلك أكرر أنه عقلاء القوم مطلوب أنه يحركون كل جهودهم لتدليل هذه الخلافات، واللي أغلبها طبعا شخصية مزاجية مصلحية، حتى لا يحصل أي تجذير أو تعميق لخلافات كما ذكرت وصفك متميز، خلافات ربما تكون مناطقية نحن في غنى عنها. والنسيج الاجتماعي لأبناء المحافظة أنا ذكرت كثيرا وأذكرها باستمرار، النسيج الاجتماعي للمحافظة بكل عشائرها متميز جدا. يعني أما أن يخرج سياسي من هذه الجهة أو من هذه العشيرة أو من تلك ليعمل ما لم يعمله داعش من تكريس الخلافات، أو ما لم يعمله المحتل من قبل من تكريس خلافات، فهذا أمر مدان ومطلوب مغادرته على الفور. يعني نوابا وسياسيين لا تلهيهم وتشغلهم المناصب، طبعا ما تشغلهم إلا المناصب، أنت ليش عبالك عود مختلفين على بناء وعمار لو على هموم النازحين على المناصب ممكن. والله إذا بس يفقد منصب من عشيرة ملاك، يعني ما باتت يعني أنه نصاب سياسي أو نصاب استحقاق انتخابي، لا لا عشائري، فبس تغيب بس منصب واحد، والله نوبة واحدة من العشائر قالت شلون فاتنا هذا المنصب، ضابط أمن وطني مدري إيش واحدة من المناطق، شلون فاتنا هذا المنصب وما سعيني عليه واخذوه قوم الفلانيين. هذا يعني هذه المناطقيه ممكن تكون يعني حقيقه السعي للمناصب في اغلبيه تستثير هكذا امورها. طيب اكو مشروع لمحافظه سامراء، والبعض يقول سامراء مظلومه، كثير من حصه سامراء نوخذت، انت شو رايك بهذا الكلام؟ وايضا مشروع محافظه سامراء شو رايك؟ يعني إذا هي مشروع محافظة سامراء ضمن تطوير منطقة وإداء سياحي تحسين الوضع أنا أستبعده طبعا. اللي ما عزها السامراء وهي قضاء يريد عزها وهي محافظة، يعني اللي تاخذ خصوصيتها اللي متعارف عليها من قبل قيادات سياسية تحت غطاء واجهة أحزاب إسلامية، يلا تنعز سامراء ما يعزها وهي منطقة بأي عنوان من عنوانها ما تعزها المحافظة ترى، أنا جاي أقول لك. وإذا هي على أساس خلافات سياسية أيضا
للخروج من هذا الخانق الخدمي ولا الأمني ولا سمه ما شئت. إذا هو بهذا الإطار ما اهتمت به محافظة اللي هي محافظة صلاح الدين خلونا نقول وما قدمت لها الإداء والدعم والخدمة اللازمة، تريد تجي كادر محافظة يعني جديد مستقل خاص بها عود يريد يقدم لها الشيء الذي خليها تزدهر، مو كل ساعة جاية رايح جاية السفير الإيراني خر مري على قولتهم وشارع ما افتحوا لهم فندق ما افتحوا لهم، ومن داعى يعني أهالي المنطقة بأنه كذا. شنو علاقة السفير الإيراني؟ السفير الإيراني يعني لأنه يجي الرجل يريد يعني يقدم شكرة للمحافظة للمحافظة يعني هذه ما كل أمور يريد يسوون مشروع محافظة وجاي يتفق على مشروع محافظة وما أدري يعني هذه البروبوغندا الإعلامية هذه كلها لا لا أنا مستبعدها عزيزي، إنه بزياراته يطرح هيك مواضيع أنا قلتها يعني يجي متعني من غادي قدام الأهالي، الأهالي معظمهم يعني فيهم من له هاي الخصوصية السامرائية يتمنى أن تحظى المنطقة باهتمام فيتمنى لها قضاء، هذا يعني هميا حلمه أو أمنيته، هذا استحقاقه حر به هو، ولكن إحنا يعني ما نريد نجزئ المجزأ، يعني إحنا فوق ما نريد نوحد مناطقنا ومحافظاتنا يعني وأهالينا، نريد نقوم نجزئهم والله وصل شق هيك تروح ووصلت تقسم المدري يا صفحة. أنا أقصد ليس المحافظ السفير لغرض طرح مثل هكذا مشاريع، هي إذا تنطرح أستاذ مقداد معلوم أنه هكذا مشاريع تقسيمية حينما تطرح وبعيدة الشر الله لا يسويها تطرح خلف الكواليس ليس يعني قدام العالم ليس أمام العالم، أنا قصدت أنه لو به حظ كان أنه فتح لهم شارع أو يسمح للفنادق أو يسمح للتجاوزات التي حصلت أو يسمح لعدم تقرب. ليش بيده يقدر يفتح شارع السفير الإيراني؟ كل شيء بيده. تحكيني أنت؟ تجري تحكيني؟ لا ما أدح. لا كل شيء بيده عزيزي لا لا. يعني هو يرسل بطلب الأخ القائم مقام والمجلس المحافظة حتى يشكرهم بالسفارة. الطلب من القائم مقامية يقولوا له لا تعال هنا. وانت قدم لنا شكر، هاي كل سنة صار مثل العروف، نتمنى والله يزول هذا العروف، يعني عليش الشكر هم يؤدون واجبهم، السوامر كرام ومضايف مضيافين كرام وعزاء ما يحتاجون لا شكر ولا هذا، الكل هذا مو بس الزوار الإيرانيين، كل الزوار ليش شوية الزوار العراقيين، يعني هسا احنا هم لازم نشكل لنا وفد وكل ساعة تعالت أنا شكرك يا قائم مقام سامرة، يعني هذا العرف حصل. فهو الرجل حتى لا يقول لك أنا ظليت أراجع بالسفارة وما أدري إيش تايشكرني الأخ تعال هنا أبوي وش عندك ملاحظات وبلشي همين بدربك همين هاي الأمور تسهل لنا إياها مع من أقرها، هذه بعض إغلاق الطرق وإغلاق بعض المصالح للأهالي وحتى موضوع الأراضي وبعض التجاوزات التي حصلت والتي ربما يعني أثرت على يعني إداء الأهالي وال يعني ممتلكات. طيب طيب خلي أسألك سؤال أخير نختم به. أكو مشكلة أذكر بجامعة تكريتيج كنا نسولف قبل لا مو مشكلة، يعني هو من طرحت هاي القضية اللي تخص الجرودات الحشيد أيضا هناك بعض الكوادر وبأعداد يعني أعداد محترمة هذه يعني بانتماءات سابقة وظيفية ولا حزبية قبلت في الجامعة بالرغم من هذا بتزكية الرجل المحافظ وقتها كان أبو مازن قتيبة النائب الرجل دكتور قتيبة عاون وفزع وهذا أغراض معيشية وكذا زين اندمجوا مع مجتمع الجامعة كل طبعا منهم وبهم أكو بعضهم من داخل الجامعة كل بين فترة أخرى جتك الاجتثاث جاك الذيب جاك الواوي الجماعة من 15 إلى 16 سنة مندمجين مع الواقع الأكاديمي والجامعي بشكل ملتزم وهم أكاديميون علماء بعضهم ويعني اندمجوا مع هذا المجتمع وصاروا يعني جزء من هاي التركيبة. طيب آن الأوان أنه يكفون عن هاي الخراعة كل ساعة تهديدا بعضهم من يريد يعني يطمح أن
يصبح بدلهم في المواقع. وما طبعا ماكو مواقع يعني بس اي نتمنى طبعا الوقوف إدارة كادر المحافظة ككل وحتى في بغداد الجهات المسؤولة ان يعني تتقبلهم كفاهم هذا هذا التوجه اللي يعني المقيت حقيقة اللي لا يرقى. صحيح ربما بعض فقرات قانونية قد تجيز لهم هذه المتابعات، ولكن عليهم قبول الرأي الآخر والاندماج مع المجتمع وقبول هذه الفئة كطاقات أكاديمية علمية مقتدرة متمكنة. شكرا للأستاذ رائد هاشم الباحث في الشأن السياسي، شكرا لك صراحتك. وبعدين أريدك تقول لي منو هذا اللي ينقزك بالفيسبوك؟ هسه علمك علي. شكرا لك، الشكر موصول لكم أحبتي على حسن المتابعة، نلقاكم إن شاء الله في حلقات مقبلة، في أمان الله، شكرا.